خواري لهمز منديل قوي من بعد ما قطع الكار من الدار الفريق اللي كيملك العقد ديالو في المانيا صيفطو اعاره لتركي وتاو ولات سميتو حمزه منديل افندي مع فريق ما عرفتش نطق سميتو خفت نقوله ونقول شي حاجه خايبه لعب الماتشات بخمسه مع الفريق جلهم اساسي وضرب القنب في مناسبه وحده وكان هو الماتش الوحيد اللي ربحوه ها هو الترتيب ديالو تاياتي